إذن بسم الله الرحمن الرحيم، تلاميذ جدع مشترك تكنولوجيا، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، والذي سنخصصه اليوم لإنجاز نموذج لفرد محروس رقم 2 الدورة الثانية، والذي سيتمحور حول دروس الخاصة بالمجزوءة الأخيرة للمقرر وبالضبط للنصوص الشعرية. إذن النص الشعري الذي سنشتغل عليه اليوم هو نص يتمحور حول علاقة الإنسان بالمدينة، أو الشعر العربي في علاقته بالمدينة المعاصرة. إذن سنعود لقراءة هذا النص وتحليله حتى يساعدنا ذلك في الإجابة على الأسئلة المطروحة. وقبل ذلك نتعرف على صاحب النص، وهو أحمد عبد المعطي حجازي، شاعر وناقد مصري معاصر، يعتبر من رموز الحداثة الشعرية ومن رموز الشعر الحر في العالم العربي، حيث ترجمت قصائده إلى الكثير من اللغات الأجنبية، وقد تقلد العديد من المناصب الإدارية، من بينها عضوية المجلس الأعلى للثقافة بمصر وغيرها من المناصب. إذن المهم أنه رمز من رموز الكتابة أو النظم الشعري المعاصر. نمر إلى الأسئلة المطروحة في مكون النصوص بعد قراءة النص قراءة فاحصة وجيدة، ومن الأفضل أن نقرأ النص مرة ومرتين وثلاث مرات وأكثر إذا أمكن، لأن كل قراءة تساعدنا في فهم النص واستيعابه جيدا. نمر إلى السؤال الأول، ويأتي على شكل ملاحظة انطلاقا من الشكل الهندسي للنص ومن العنوان والأسطر الأولى. سنحاول أن نفترض أو نضع فرضية ملائمة للجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص، وكذا وضع فرضية للموضوع الذي سيناقشه الشاعر. بالنسبة للسؤال الثاني، سنحدد المتكلم، من المتكلم في النص، مع توضيح مضمون الخطاب الذي يوجهه للآخرين. يأتي السؤال الثالث أيضا مرتبط بالفهم، وفيه سنحدد الصفات التي ميزت المكان في النص وتأثير ذلك على نفسية الشاعر. السؤال الرابع سنخصصه للحديث عن الحقول الدلالية المهيمنة، فمن خلال النص يتضح أن هناك حقلين دلاليين مهيمنين، حقل دال على الإنسان وحقل دال على المدينة. سنحاول أن نوضح هذين الحقلين بأمثلة ملائمة مع توضيح العلاقة بينهما مع التعليل. ثم السؤال الخامس سيتمحور حول الصور الفنية من خلال استحضار مثال للتشبيه في النص وآخر للاستعارة أو المجاز، مع إبراز وظيفتهما التعبيرية. ثم السؤال السادس سنتطرق فيه إلى أسلوب التكرار كأسلوب إيقاعي موسيقي، مع توضيحه وإظهار وظيفته التعبيرية. ليأتي السؤال السابع والأخير، ونركب من خلاله كل الإجابات السابقة مع إبداء رأينا الشخصي في علاقة الإنسان المعاصر بالمدينة التي يعيش فيها. لننتقل بعد ذلك إلى مكون علوم اللغة، وفيه السؤال الأول سيتمحور حول تحليل البيت الشعري لأبي القاسم الشابي، تحليلا عروضيا وافيا مع إظهار تفاعيل هذا البحر، وهي تفاعيل بحر المتقارب، مع توضيح التغيرات التي طرأت على هذا البيت. بالنسبة للسؤال الثاني سيتمحور حول استخراج جمع أو مثال لجمع القلة في النص ومثال آخر لجمع الكثرة، مع إظهار وزنهما من خلال النص. السؤال الثالث سيتمحور حول إعطاء جملة مفيدة تتضمن جمع مذكر سالم في حالة رفع وجمع مؤنث سالم في حالة جر. ثم بعد ذلك نمر إلى مكون التعبير والإنشاء،
والذي سيتمحور حول مهارة كتابة تقرير من خلال حفل أو لقاء فكري وثقافي نظمته مؤسستك بمناسبة من المناسبات، سواء مناسبة المسيرة الخضراء أو 8 مارس أو غيرها من المناسبات التي تنظمها المؤسسة. سنحاول أن نكتب تقريرا انطلاقا من هذا الحفل أو اللقاء الثقافي والفني باستحضار أهم مراحل وخطوات هذه المهارة. إذن نعود الآن إلى مكون النصوص، وسنقرأ عنوان أو النص الذي لدينا، وعنوانه مدينتي، وكما قلنا هو للشاعر أحمد حجازي. يقول الشاعر في هذه القصيدة: آن الأوان كي أغني لك يا مدينتي يا أجمل الأوطان، في منزل فيك تعلمت الهوى، وفي لياليك إذا الصيف انتهى واشتعلت رائحة الأغصان، أنسل تحت الظل معذب الوجدان، أراك في النهر خيالا صامتا غانية راح ضحاياها وصارت وحدها تنظر في مرآتها ما كان، تغسل بالماء خطوط وجهها وتمسح بسمة ضائعة فيها الأسى، أراك في الليل طفلة بريئة ظلت عن الأقران، انتصف الليل عليها وهي بعد لم تزل تهيم في حديقة الميدان، كأنها عاشقة تحتار بين البوح والكتمان، أحلم يا مدينتي بحب هادئ يمنحني الراحة والإيمان، أحلم بأن أسير ذات يوم قادم تحت نهار يسعد الإنسان. إذن هناك بعض الشروح المساعدة: غانية بمعنى غنية بحسنها وجمالها، وهناك معنى آخر هو راقصة، ظلت يعني تاهت، الأقران هم المتقاربون في السن. إذن تلاحظون من خلال هذه القصيدة أن الشاعر يوجه كلامه للمدينة التي يعيش فيها، معتبرا إياها أجمل الأوطان، ومحاولا أن يستحضر ذكريات طفولته وصباه في هذه المدينة التي تحولت إلى شيخوختها وإلى كبرها، كأنها غانية راح ضحاياها عنها، فبدأت تنظر في مرآتها لتغسل خطوط تجاعيدها بالماء وتمسح تلك البسمة الضائعة التي عوضها الأسى والحزن. إذن هنا الشاعر يصور لنا علاقته بهذا المكان الذي احتضن ذكريات طفولته وصباه، ليعيد تجديد هذه العلاقة بهذا المكان. إذن نمر للإجابة على أسئلة مكون النصوص، وكما قلنا نبدأ بالسؤال الأول، حيث قلنا كما قلنا سابقا بأن الشكل الهندسي أو من خلال الشكل الهندسي والعنوان والأسطر الأولى سنحاول أن نصيغ فرضية ملائمة للجنس الأدبي للنص ولموضوعه. إذن يتضح من خلال الشكل الهندسي للنص بأنه قصيدة شعرية تنتمي للشعر الحر أو المعاصر، حيث اختار الشاعر نظام الأسطر الشعرية لنظم قصيدته. أما من حيث المضمون فيتضح من خلال العنوان والأسطر الأولى للقصيدة أن الشاعر بصدد التعبير عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بمدينته ومسقط رأسه، معتبرا إياها أجمل البلدان، لهذا فقد آن الأوان ليتغنى بجماله. نعم، إذن نمر الآن إلى السؤال الثاني، والسؤال الثاني يقول: حدد المتكلم في النص مبينا مضمون الخطاب. إذن بالعودة إلى النص وقراءته قراءة جيدة، سنلاحظ بأن المتكلم في النص هو الشاعر، وأن الخطاب هو موجه للمدينة التي يحدد من خلاله علاقته بهذا المكان الذي احتضن كما قلنا أهم لحظات طفولته وصباه، رغم التحولات الكبرى التي شهدها هذا المكان والتغير أو التغيير الكبير الذي عرفه باعتباره فضاء قد تحول من فضاء حميمي يعبر عن الحميمية والدفء إلى مكان يعبر عن الأسى والألم والمعاناة. إذا المتكلم في النص هو الشاعر الذي يخاطب مدينته مبينا علاقته بهذا المكان، فهي الفضاء الذي احتضن طفولته وذكريات صباه، ليعيد تجديد العلاقة مضفيا عليها سمات إنسانية جعلت هذه المدينة كائنا يحس ويبادل المشاعر والعواطف.
سؤال ثالث، ما الصفات التي ميزت المكان في النص وما تأثير ذلك على نفسية الشاعر؟ بالعودة أيضا إلى النص، سنجد أن المدينة أو أن الشاعر قد أضفى على المكان ممثلا في المدينة مجموعة من الصفات، وهي صفات كان لها تأثير مباشر على نفسية المتكلم أو الشاعر. إذن فهي مدينة متحولة ومتغيرة، والتغيير فيها يصل إلى درجة التناقض والتضاد، فهي تارة مكان للدفء والحنين والحميمية باعتبارها ترمز إلى حميمية الماضي، وتارة أخرى هي فضاء تخلى عنه الأحبة لتتيها كطفلة بريئة بين الدروب، وتارة ثالثة هي فتاة فقدت جمالها تجلس إلى مرآتها متحصرة على جمال قد دبل. والمكان في كل هذه الحالات يؤثر على نفسية الشاعر، سواء بالتذكر أو الحنين أو استشراف المستقبل، أملاً في عودة هذه المدينة إلى جمالها المعهود، حتى يعيش فيها الشاعر ومن يحب حياة مستقرة وآمنة. نمر الآن إلى السؤال الرابع، وهو مرتبط بالحقول الدلالية. فالملاحظ أن هناك حقلين دلاليين مهيمنين، حقل دال على الإنسان وحقل دال على المدينة. فنحاول أن نستخرج بعض الكلمات والعبارات الدالة على كل حقل مع توضيح العلاقة بين الحقلين وتعليل هذه العلاقة. نجيب ونقول أنه في النص حضور لحقلين دلاليين يوضحهما ميل. حقل دال على المدينة تمثله الكلمات التالية: أجمل الأوطان غانية ضحاياها ضلت منزل لياليك وحدها، ثلاث نقط للحذف. أما الحقل الدال على الإنسان فتمثله الكلمات التالية: أحلام أحلم أنسل معدب الوجدان أراك يمنحني أسير. وبالتالي فالعلاقة بين الحقلين هي علاقة تأثيرية، لأن المدينة هنا تمارس تأثيرها وتمارس يعني سيطرتها وتمارس سحرها على المتلقي. إذن بالنسبة للسؤال الخامس، حلل الصور الفنية للنص مستحضرا مثالا للتشبيه وآخر للمجاز مع إبراز وظيفتهما التعبيرية. إذا المعروف أن الصور الفنية جزء لا يتجزأ من النص الشعري، وأنها تسعى إلى مخاطبة الخيال والتأثير في المتلقي. والصور الفنية تتأسس إما على التشبيه أو المجاز ممثلا في الاستعارة. ويمكن أن نقول بأن الشاعر قد وظف لغة مجازية إيحائية تصويرية خاطب من خلالها الخيال والوجدان، وهي لغة تأسست على أساليب بلاغية كالتشبيه والمجاز. بالنسبة للتشبيه، من أمثلته في النص: أراك في النهر خيالا صامتا غانية. فقد شبه الشاعر هنا المدينة بأنها خيال، شبهها بالخيال الصامت وبالغانية أي الراقصة. كما قال: أراك في الليل طفلة بريئة. فقد شبه المدينة أيضا هنا بالطفلة البريئة التي ظلت عن الأقران، يعني من يتساوون معها في السن، كأنها عاشقة. إذن شبه المدينة أيضا بالعاشقة. بالنسبة للمجاز، من أمثلته: تعلمت الهوى. والمجاز كتذكير هو خرق المألوف واستعمال اللغة بطريقة غير عادية وغير مألوفة. فعندما يقول هنا تعلمت الهوى، فالتعلم هنا لا يرتبط، يعني التعلم هنا مرتبط بالكتابة مرتبط باللغة، وبالتالي فقد شبه الهوى بالكتابة وما نتعلمه وحذف المشبه به. اشتعلت رائحة الأغصان. فرائحة الأغصان هنا لا تشتعل، وبالتالي الأصل الذي يشتعل هو الحطب، وبالتالي فقد استعمل هنا المتكلم المجاز كدلالة على إسناد الاشتعال إلى الرائحة. أيضا أشار إلى أن المدينة هيم، فهي مثلها مثل الإنسان، إذن هائمة وتائهة، وبالتالي فالأصل هو أنه شبه المدينة بالإنسان وحذف المشبه به. وظيفة هذه الأساليب كما قلنا تتجلى في إغناء خيال المتلقي ومحاولة التأثير فيه بالصور التجسيدية التي تشخص الجمادات والأشياء لتحاول أن تنقل لنا تجربة وجدانية عاطفية، وتحاول أن تشرك المتلقي في هذه التجربة.
نمر الآن إلى السؤال السادس. وضح أسلوب التكرار في النص مبينا وظيفته. المعروف أن التكرار هو أسلوب إيقاعي موسيقي يرتبط بالجانب الموسيقي، وهذا التكرار يتجسد في تكرار الحروف وتكرار الكلمات وتكرار الجمل. بالنسبة للحروف التي تكررت نجد النون اللام الواو والياء، أما الكلمات فنجد تكرار كلمات مثل أراكي أحلم، وهو تكرار حقق مجموعة من الوظائف أهمها الوظيفة الموسيقية الإيقاعية، حيث أعطى للنص نغمة موسيقية، كما حقق وظائف أخرى أهمها الوظيفة التأكيدية حيث أكد المعنى ورسخه في ذهن المتلقي. إذن نمر الآن إلى السؤال السابع والأخير في مكون النصوص، ويأتي على شكل خلاصة تركيبية نحن مطالبين فيها بأن نركب كل ما قمنا بتحليله في الأجوبة السابقة مع إضافة الرأي الشخصي في علاقة الإنسان المعاصر بالمدينة التي يعيش فيها. إذن كخلاصة تركيبية نقول بأن النص هو قصيدة شعرية يصور من خلالها الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي علاقته بالمدينة المعاصرة باعتبارها فضاء قد احتضن طفولته وشبابه وعاد إليها لكي يغني من جديد أملا في بعث هذه المدينة وتغيير حالتها المأساوية. لتوضيح هذه العلاقة بالمكان فقد استعان الشاعر بمجموعة من الخصائص أبرزها حقلين دلاليين متنوعين وصور فنية اعتمدت على التشبيه والمجاز، إضافة إلى التكرار الذي أعطى للنص نغمة موسيقية وحقق مجموعة من الوظائف أبرزها الوظيفة التأكيدية. كخلاصة لما سبق يمكن أن نقول على مستوى الرأي بأن الإنسان هو ابن بيئته، وأن المدينة قد تمارس سحرها وتأثيرها على الإنسان المعاصر، وبالتالي فالإنسان يجب أن يحسن التعامل مع هذه المدينة وأن لا يتركها يعني تمارس هذه السيطرة وهذه أو هذا الضغط الذي يؤثر على النفسية ويجعل الإنسان يعيش في حالة ضغط وحالة يعني حالة نفسية مضطربة. إذن نمر الآن إلى مكون علوم اللغة. في هذا المكون على مستوى السؤال الأول نحن مطالبين هنا بأن نجيب عن هذا السؤال بكتابة البيت كتابة عروضية مع توضيح تفاعيل هذا البيت انطلاقا من درس بحر المتقارب. إذن لكي نقوم بتحليل هذا البيت يجب أن نكتبه أولا كتابة عروضية، والكتابة العروضية تتأسس على كتابة ما ينطق وإهمال ما لا ينطق. إذن سنحاول أن نكتبه كتابة عروضية على هذا الشكل. إذا الشاء إذا تلاحظين أن الألف لا تنطق لا تكتب، الألف واللام أيضا لا تنطق. بالنسبة للحرف المشدد يفك إدغامه إلى حرفين فتصبح لدينا الشين مرتين. يوما الألف لا تنطق لا تكتب، في حين أنه نطقت النون سنكتبها. أراد الحياة إذا الألف لا تنطق لا نكتبها. فلا بوتدا الدال مشددة ستصبح لدينا حرفين. أن يستجيب القدر الألف أيضا هنا لا تنطق لا تكتب. الآن بعد أن كتبنا ما نطق وأهملنا ما لم ينطق سنحاول أن نعوض الحرف المتحرك بحركة على هذا الشكل، والحرف الساكن سنعوضه بسكون. فنقول إذا الحرف المشدد يصبح لدينا سكون حركة دائما، إذا كان لدينا شدة سنفك الإدغام يصبح لدينا حرفين، وفي تعويض الحرف بالحركات والسكنات السكون هو الأول والحرف الثاني يكون متحركا. شع العين ساكنة، بو متحرك الباء متحركة، يا متحرك الواو ساكن يوما، الميم متحرك نون ساكن، أ را سكون ألف، د
ل ح يا ألف ساكن والتاء متحرك. ف لا لا هنا مكونة من حرفين لام وألف، بالتالي فهي متحرك وساكن. فلا بو حرف مشدد كما قلنا سكون حركة، أن يا س ت جي ب ياء ساكن الباء متحرك. ل ق ت ر إذن لام ساكنة، قاف متحركة، تال متحركة، والراء ساكنة. إذن بعد أن كتبنا البيت كتابة عروضية وعوضنا البيت بالحركات والسكنات، الآن سنحاول أن نعوض أو نطبق تفاعيل بحر المتقارب. وقلنا أن بحر المتقارب يتكون من فعول 8 مرات. إذن فعول 4 في الصدر و4 في العجوز، وبالتالي فتفاعيله 8. إذن فعول، سنبدأ فعول. إذن فاء عين الواو ساكنة لام متحرك والنون ساكن، فعول. أيضا فعول. إذن دائما نراعي أننا لدينا فعول مكونة من 5 حروف، فهنا يجب أن تكون هناك 5 حركات سواء ساكنة أو متحركة. ثم هنا فعول، لم نكتب نون لأنه ليس لدينا ساكن، توقفنا هنا لأن الساكن أو النون غير موجود. نمر الآن إلى الشطر الثاني، فعول، ثم نكمل فعول فعول وفعول. لم نكمل لأننا لدينا فقط 3 حركات وليس لدينا حركة أو السبب الخفيف الذي هو ساكن وحركة. إذن دائما الشطر الأول 3 تفاعيل الأولى تسمى حشو الصدر، التفعيلة الأخيرة تسمى العروض. الشطر الثاني 3 تفاعيل الأولى تسمى حشو العجز، والتفعيلة الأخيرة تسمى الضرب. ومن حشو الصدر والعروض يتكون الصدر، ومن حشو العجوز والضرب يتكون العجوز. قلنا بأن أي تغيير يطرأ على الحشو سواء حشو الصدر أو حشو العجوز يسمى زحاف، وأي تغيير يطرأ على العروض والضرب يسمى علة. إذن المعروف أن بحر المتقارب كما قلنا يتكون من فعول 8 مرات، إذن 4 في الصدر و4 في العجز. عندما نقارن بين هذا النسق الأصلي وبين ما حصلنا عليه في هذا البيت، سنجد أن هناك مجموعة من التغيرات. لاحظوا هنا، هناك تغيير هنا، وهنا أيضا هناك تغيير. إذن ما هو التغيير الذي طرأ على العروض؟ هنا حذف الخامس ساكن نن، فنن هنا غير موجود، الأصل أنها يجب أن تأتي فعول، ولكن هنا حصلنا فقط على فعول. إذن هذا التغيير يسمى حذف الخامس الساكن. لماذا سميناه الخامس ساكن؟ لأنه يأتي في المرتبة الخامسة وهو ساكن. إذن حذف الخامس ساكن من العروض وفعول تحولت إلى فعول، إذن يسمى ذلك بعلة القبض. إذن علة القبض هي لماذا قلنا علة؟ لأنها في العرض. بالنسبة للتغيير الثاني مرتبط بالضرب، فالملاحظ أن الضرب يجب أن يأتي على شكل فعول، ولكن هنا يعني حذف السبب الخفيف لن.
إذن هذا يسمى سبب خفيف. فالأصل أنها فعول تحولت إلى فعول، حيث حذف السبب الخفيف الذي هو لن حركة وسكون، وبالتالي فالتغيير هنا يسمى بعلة الحذف. إذن انطلاقا مما سبق سيتضح من خلال الكتابة العروضية أنها سنحصل على ما يلي، والتفاعيل ستأتي على الشكل التالي. كملاحظة يمكن أن نقول بأن البيت ينتمي إلى بحر المتقارب التام ذو الثمانية تفاعيل فعول 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 فعول، كما قلنا أربعة في الصدر وأربعة في العجوز. وقد لحقته التغيرات التالية، كما قلنا حذف الخامس الساكن من العروض وهو ما يسمى بعلة القبض، وحذف السبب الخفيف لن من الضرب وهو ما يسمى بعلة الحذف. نمر الآن إلى السؤال الثاني، وفيه نحن مطالبين باستخراج جمع للقلة وجمع آخر للكثرة. إذن يجب أن نستحضر القاعدة المرتبطة بهذا الدرس، ونقول مثلا في جمع القلة أن كلمة أوطان على وزن أفعال وهي جمع قلة، أما جمع الكثرة فمثاله خطوط على وزن فعول. إذا بالنسبة للسؤال الثالث، إيتي بجملة مفيدة تتضمن جمع مذكر سالم في حالة رفع وجمع مؤنث سالم في حالة جر. المعروف أن جمع مذكر سالم في حالة الرفع يجب أن يكون منتهيا بالواو والنون، أما جمع مؤنث سالم فيكون منتهيا في حالة الجر بكسرة ظاهرة على آخره. كمثال ذلك جمع مذكر سالم في حالة رفع، صلى المسلمون صلاة العيد، ويرفع المؤمنون أكف الدعاء لله تعالى طاعة له. فالمسلمون هنا فاعل، هم الذين قاموا بالصلاة، وبالتالي فالفاعل يجب أن يكون مرفوعا وهنا رفع بالواو لأنه جمع مذكر السالم. نفس الشيء بالنسبة للمؤمنون، لأن المؤمنون هنا جمع مذكر سالم كما قلنا، وقد بقيت الكلمة سالمة أو المفردة سالمة مؤمن مسلم، فأضيفت إليها الواو والنون. جملة أخرى تتضمن جمع مؤنث سالم في حالة جر، التقيت بالمسلمات في أوروبا. فالمسلمات هنا جمع مؤنث سالم لأن مفردها مسلمة وقد بقيت سالمة وأضيفت إليها الألف والتاء، وقد جاءت مجرورة بالكسرة لأنها قبلها حرف جر هو الباء. نمر الآن إلى المكون الأخير وهو مكون التعبير والإنشاء، والذي سبق أن قلنا بأنه مرتبط بحفل أو لقاء ثقافي وفني نظمته مؤسستك التعليمية، لذلك فأنت مطالب بكتابة تقرير متكامل حول هذا الحفل أو هذا اللقاء مستفيدا مما درسته في مهارة كتابة تقرير. ونذكر قبل كتابة هذا التقرير بالخطوات والمراحل. فلكتابة تقرير متكامل حول لقاء فكري أو ندوة أو لقاء ثقافي يجب أن نستحضر الخطوات التالية: أولاً تحديد موضوع الندوة والهدف منها، الإشارة إلى الزمان ومكان اللقاء أو الندوة، ثم ذكر الأشخاص المشاركين سواء كانوا جهة منظمة أو ضيوف أو جمهور مستهدف، ثم ذلك وصف التدخلات والكيفية التي تم بها النقاش اعتماداً على مبدأ التسلسل وفق الترتيب الزمني وتتابع الخطي للأحداث والوقائع، مع الإشارة إلى التوصيات والخلاصات التي انتهى إليها هذا اللقاء. إذا المعروف أن كتابة التقرير تعتمد على الوصف الدقيق، وذلك لتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون الكتابة بضمير غائب، الالتزام بالحياد والموضوعية وعدم إقحام الذات في الكتابة، الاعتماد على الإيجاز والاختصار، اللغة البسيطة والابتعاد عن اللغة المجازية والمعقدة، العمل على الإخبار والوصف بدقة مع اعتماد التتابع والدقة على مستوى الزمن وعلى مستوى الأحداث. إذن هذه بعض الملاحظات الضرورية: توخي الدقة، سلامة اللغة من الأخطاء، الالتزام بالحياد والموضوعية كما قلنا، والابتعاد عن اللغة المجازية، والكتابة بلغة مباشرة.
نعم، أشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، مع كل المتمنيات بالتوفيق والنجاح.